طابت أوقاتكم مشاهدين الأعزاء دوما عبر شاشة الفجر الجديد وعبر صفحة الفيسبوك المؤقتة الذي قام قوات الاحتلال وإدارة الفيسبوك بإغلاقها بصورة مؤقتة. نحن لهذا المساء بالتأكيد نتواجد في ضاحية شويكي، مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوي، والذي كان قد نفذ عملية مستوطنة بركان والتي سقط أردت فيها قتيلين من المستوطنين. لهذا اليوم تنتهي المهلة التي وضعتها المحكمة العليا الاحتلالية لإخلاء منزل أشرف، وبالتالي ترتفع التوقعات تحسبا لإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على هدمه، في ظل بالتأكيد تصريحات خاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب بالتأكيد العملية التي وقعت في آساف بالقرب من مدخل البيرة، بأنه أمهل منفذي العملية 48 ساعة للإقدام على الهدم. شهدنا خلال الليلة البارحة قيام قوات كبيرة جدا من جيش الاحتلال، قد اقتحمت منزل عائلة أم ناصر أبو حميد في مخيم العمعري وقامت بهدمه مرتين للتأكد طبعا من تنفيذ هذا القرار. لهذا اليوم نشاهد في هذه اللحظات وفي خلفية الصورة عدد من المواطنين بدأوا بالتوافد إلى منزل العائلة في ضاحية شويكي شمال طول كرم في تشكيل دروع بشرية تحسبا لإقدام قوات الاحتلال على هدم المنزل مع انتهاء المهلة. هنالك أيضا عددا من المواطنين الذين جاءوا من بعض المناطق المحيطة، أبرزها وفد من شبان بلدة عنبتة شرق المدينة، جاءوا للتضامن أيضا ولإيصال رسالة بأن المواطنين هنا على رأس وعلى قلب رجل واحد. نشاهد أيضا جزء من المنزل هنا في مدخله وقد تعرض في وقت سابق بالتأكيد لعملية تفجير إبهام المطاردة التي استمرت أكثر من 70 يوما في مناطق مختلفة بالتأكيد من المناطق الفلسطينية. لهذا اليوم بالتأكيد سنقف على كل هذه التفاصيل وسنكون وإياكم بالتغطية المباشرة والمتواصلة في هذه اللحظات مع بالتأكيد ضيوفنا الأعزاء. لهذا اليوم خال الشهيد أشرف نعالوي، أعظم الله أجركم. بداية سيد غسان مهدي، شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم ومشكورين لجهودكم ومتابعتكم وتغطيتكم أنتم وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى. لا شك أنه نقف اليوم في موقف عزة وكرامة، نقف اليوم هنا في بيت الشهيد أشرف نعالوي الذي روت دماؤه الطاهرة ثرى الوطن الحبيب، ثرى مخيم عسكر. ولا شك أننا في هذا المقام الجلل وفي ظل يعني إمعان الاحتلال الإسرائيلي بقراراته وإجراءاته التعسفية بحق أبناء شعبنا، ويعني وكما تعلمون فأن والدة الشهيد هي خلف جدران الاعتقال، وكذلك الحال مع والد الشهيد، وكذلك الحال أيضا مع شقيقه وزوج أخت الشهيد في داخل الأسر. نحن يعني أمام نموذج فلسطيني يعني ينمزج مع يعني لوحة النضال والمقاومة التي رسمها يعني شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. هناك آلاف مؤلفة من أخوتنا خلف جدران الأسر، هناك أهلنا في مخيمات اللجوء في داخل الوطن وخارجه، هناك قطعان المستوطنين الذين يجبون ويعيثون فسادا على طرقات وطننا الحبيب، وهناك تجمعات سكنية كاملة مهددة يعني بالترحيل وهدم منازلها، وهناك أيضا قطاعنا الحبيب الذي يرزح تحت نير يعني الحصار وغيره. ومن هنا نحن للأسف الشديد أيضا أمام مشهد فلسطيني داخلي الذي هو عنوانه الانقسام، ونحن من داخل بيت الشهيد
وكلنا كما تلاحظون الوفود التي تتوافد، رسالتنا باتجاهات متعددة. رسالتنا باتجاه يعني الداخل الفلسطيني وقيادتنا وحركاتنا أنه آن الأوان لأن نضع حد لهذا الانقسام البغيض الذي يمزقنا، فنحن شعب واحد. من يتواجد هنا يعني ينتمون لكل أو يتعاطفون مع كل التنظيمات والحركات الفلسطينية، فلا يفرقنا يعني فلن نسمح لأن تفرقنا حالة التشتت أو حالة الانقسام التي تحدث. نحن أمام في هذا المنزل الذي ربما بعد ساعات قليلة يعني سيباشر الاحتلال بتهديم الطابق الأرضي والمخازن الواقع تحت الطابق الأرضي. لا شك أن هذا يعني يأتي كله فداء فلسطين، فنحن نقدم الشهداء ولن نبخل على أقصانا وأسرانا حجارة سيتم هدمها، ولكن رسالتهم أرادوا إيصالها من خلال هدم هذا المنزل التي تندرج ضمن سياق العقوبات الجماعية، أنه من أجل ردع هذا الشعب. شعبنا شعب كما ذكر الشهيد الراحل أبو عمار شعب الجبارين، فلن تثنيه ولن يكل أو يستكين، لن تثنيه يعني كل إجراءاتهم عن مواصلة مشواره باتجاه فلسطين، باتجاه الأقصى، باتجاه كنس وطرد هذا المحتل الغاشم على أرضنا الفلسطينية. لن تثنيه كل الإجراءات من اتجاه النظر باتجاه تحرر أسرانا من داخل سجون الاحتلال، وهناك يعني أسرى يعني لهم عشرات السنين في داخل السجون. لا شك أننا يعني ومن هذا المنزل نقول للعالم أجمع أن ينظر، ليس ينظر لنا نحن فنحن الضحية، ينظر إلى إجراءات هذا المحتل الغاشم، ينظر لسياسة العقاب الجماعي. أشرف صحيح أنه أقدم ونفذ عملية في داخل مستوطنة، ومعروف للجميع أن أشرف تحصل على تصريح من مخابرات هذا الاحتلال، يعني دخل لهذه المستوطنة يعني عبر تصريح، وأيضا من خلال يعني عمله في هذه المستوطنة لاحظنا أنهم يعني وبالرغم من كل هذا إلا أن ويحمل بالتأكيد العائلة وهم مسؤولون الأمن في هذا الجانب. طب سيد غسان، فعليا نتحدث على أن المنزل كان هنالك توقع منذ الوهلة الأولى بأن محاكم الاحتلال لن تنصف عائلة فلسطينية ولن تنصف الحق الفلسطيني بالتأكيد بعدم الإبقاء على قرار الهدم. اليوم تنتهي تمام الساعة 12 من مساء هذا اليوم مهلة القرار الذي يخص الإخلاء المنزل، وبالتالي بعد ذلك إنجاز تعبيرا سيبقى البيت معرضا للهدم. تحدثنا عن الطابق الأرضي وكذلك التحت أرضي المخازن، فعليا قمتم بالإخلاء منذ متى؟ نعم قمنا بالإخلاء يعني من مدة قصيرة، تم إخلاء هذا المنزل لقناعتنا يعني أن يعني هذا المحتل ربما وكما هو حصل في مخيم العمعري سيحصل هنا، لأنه يمعن في غيه وإسرافه وتنكيله وضمن يعني سياسة العقوبة الجماعية التي تطال يعني أبناء شعبنا الفلسطيني وتطال هذه الأسرة على وجه التحديد، خصوصا وكما تعلمون أن والدة أشرف هي والدة الشهيد التي تلقت خبر استشهاد ابنها وهي خلف جدران القصر، وكذلك الحال مع والده وأخيه شقيقه، وكذلك الحال مع زوج شقيقته. لا شك أن هذا الاحتلال يريد أن يوصل رسالة ولكنه أخطأ بها. الرسالة التي يريد أن يوصلها أن من أجل ردع أبناء شعبنا وشعبنا ويرهبه ولثنيه عن مواصلة مشواره وضربه باتجاه تحرير مقدساته وأسراه وعودة لاجئيه،
إلا أنه أن هذه الرسالة نحن كشعب فلسطيني لن نفهمها هكذا. هي هذه الرسالة من طرفنا نستوعبها ونفهمها بأننا نحن باقون هنا، نحن وإن هدم هذا البيت نحن على قناعة تامة وراسخة بأنه سيتم إعادة بنائه على وجه وطريق أفضل مما كانت عليه، ولكن نحن نقول من هذا البيت رسالتنا رسالة محبة، رسالة سلام للعالم أجمع بأننا شعب يريد حقوقه، يريد تحرير أقصاه وأسراه، يريد طرد وكنس المستوطنين من يعني من كورونا ومن أرضنا. لذلك يعني نحن نقول في هذا اليوم نحن هنا باقون، ربما يستطيعوا يعني بالفعل تنفيذ قراراتهم وإجراءاتهم بهدم هذا المنزل، ولكن المسألة مسألة في الداخل النفوس، مسألة في يعني في القلوب والعقول، أننا نحن شعب لن نتخلى، لن نتخلى عن مسيرتنا باتجاه تحقيق حقوقنا المشروعة. نعم. نعم، وأمام هذا الجزء الذي أشرت له داخل الكينونة الفلسطينية والشخص الفلسطيني هنالك جهود مسبقة وانطلقت في ضاحية شويكي شمال طول كرم باتجاه إعادة بناء المنزل الذي هدم، وأن الأمور اللوجستية هي شبه جاهزة، يعني لا سمح الله ولا قدر إن هدم هذا المنزل فبالتالي الإجراءات سيتم مباشرة عملها. تحدثنا عن هذه الجهود والاتصالات التي قام بها بالتأكيد عدد من المواطنين في ضاحية شوي. طبعا اسمحوا لنا أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لهذه العائلة ووقف بجانبها، فمن اللحظة الأولى اللي يعني قرار للهدم هذا المنزل توجه العديد من المواطنين مع كل المحبة والاحترام والتقدير لهم جميعا، وقالوا أن بيوتنا بيوتكم، وأن يعني ما نمتلك من شقق أو غيرها نحن جاهزون لأن يعني ويشرفها لأن يكون أهل الشهيد بها. وأكثر من ذلك في أثناء حفل استقبال التهاني باستشهاد الشهيد لمسنا أن أبناء شويكة يصرون ويؤكدون أنه في حال تم هدم هذا المنزل أن أبناء شويكة سيقومون في بناء هذا المنزل. ولاحظنا كما حصل في مخيم العمعري أن هناك جهات رسمية وغير رسمية وفي مقدماتها الرئيس أبو مازن يعني أمرت في بناء منزل أو التوجهات نحو بناء منزلة عائلة أبو حميد. لا شك أننا نحن لسنا قلقون من هذا الجانب، كون أن يعني هذه العائلة عائلة شهيد قدمت ابنها شهيدا في سبيل فلسطين، وأيضا تدفع من حريتها ثمنا كبيرا باتجاه حرية شعبها، فلن يبخل الشعب الفلسطيني. وها نحن نرى يعني أخواننا الذين تقاطروا من محافظات طور كرم ومن يعني قراها ومخيماتها وقوفهم وتعاطفهم وتضامنهم ولإصال رسالة للعدو الإسرائيلي بأن سياستكم هذه لن تزيد شعبنا إلا إصرارا وتمسكا بحقوقه ومقومات حياته، ولن تزيده إلا إصرارا على أن تكون قبلته وبوصلته باتجاه فلسطين وأسراه ولاجئيه. نعم هكذا نقول، هدموا البيت سيبنى البيت، هذا نحن لسنا قلقين من صحيح، نحن هنا نقف ونتضامن، وهذه الأخوة الذين يقفون هنا في رسالة واضحة أن كل سياسات العقاب الجماعي التي يقوم بها هذا المحتل هي سياسات لن تجد في العقلية الفلسطينية وفي النبض الفلسطيني أي مكان لأن تزحزحها أو ترهبها. المسألة مسألة يعني في منتهى البساطة،
نحن أبناء هذه الأرض، نحن ملحها، نحن زعترها وزيتونها، نحن باقون بها. هناك ومن يتواجد هنا أخوان أمضوا زهرة شبابهم في داخل السجون، التقينا بهم في داخل الأسر وهم الآن يكفون يتضامنون مع هذه العائلة ومع كل عائلات الوطن. نحن وإن وقفنا هنا لتضامن مع عائلة الشهيد أشرف نعالوة فإننا نقف مع أخواننا في الخان الأحمر، نقف مع أخواننا في قطاع غزة المحاصر ونقول لا لحصاره، نقف مع أخواننا اللاجئين في الشتات ونقول نعم لعودتهم، نقف مع أسرانا في داخل السجون ونقول نعم لحريتهم. نحن رسالتنا من هنا رسالة سلام، سلام ليفهمها العالم، رسالة سلام للعالم ورسالة إصرار ومقاومة عنوانها باتجاه الاحتلال، أننا نحن ها هنا باقون. نعم، أشكرك جزيل الشكر، وبالتأكيد سيكون لنا جملة من اللقاءات في سياق بالتأكيد هذه التغطية المتواصلة حتى هذه اللحظة في ضاحية شويكي شمال تول كرم، وبالتأكيد نتواصل في الوقوف على كافة التفاصيل حتى هذه اللحظة مع بدء واستمرار توافد العديد من المواطنين من كافة المناطق. ننتقل في هذه اللحظات إلى عضو اللجنة التنظيمية في عن حركة فتح في ضاحية شويكي شمال طول كرم سيد جهاد نعالوة. يعني بداية هنالك كانت دعوات شبابية لإسناد المنزل ولعائلة المنزل، كيف تقيمون مع بدء نفاذ الساعات حتى انتهاء حي القرار الإخلاء 12 من صباح هذا اليوم؟ في البداية نشكر جميع الأخوة، جميع الشباب، جميع أهالي محافظة طول كرم، شباب محافظة طول كرم، شباب عنبتة، شباب المخيمات حارات طول كرم، بتواجدهم الآن في منزل الشهيد البطل أشرف نعالوة المهدد بالهدم والذي تنتهي مدة المهلة التي منحوه إياها الساعة 12 مساء. طبعا تواجد الناس يتزايد لحظة بعد لحظة، وجودهم هون هو رسالة للاحتلال انه نحن باقون هنا ولن نرحل ولن نقبل ان يمر الاحتلال سياساته علينا بكل سهوله، ولن نكون اولئك الناس الذين يجبنون او يخافون من تهديدات الاحتلال او من سياساته. هناك تأكيد أيضا هنا في ضاحية شويكي على أن قرار إعادة المنزل سيكون قرارا فوريا مهما بلغت التحديات ومهما ارتبطت بأمور لوجستية ومادية وإلى ما ذلك، هذا ما يشعر به المواطن في ضاحية شويكي وعموم طول كرم. صحيح، هناك طبعا كان توجه من أهالي شويكي جميعا ومن أهالي المحافظة بشكل عام إلى هبة جماهيرية لبناء هذا المنزل في حال تم هدمه من قبل قوات الاحتلال. يعني الدعوات لا زالت توجه، وكان هنالك أيضا تأكيد من طرفكم بضرورة تواجد وسائل الإعلام في الموقع لتوثيق كافة الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي. الرسالة التي تحمل هذا اليوم بالتأكيد للجهات الرسمية للصحفيين وكذلك أيضا للجمهور الفلسطيني. صحيح، طبعا نحن دعونا جميع وسائل الإعلام في الوطن للقدوم ومتابعة هذا الحدث ليكون هناك رسالة للقيادة الفلسطينية أولا أن تكون على عند التزاماتها بخصوص هذه العائلة المنكوبة، هذه العائلة المكلومة التي خسرت منزلها، خسرت ابنها، معظمها في الأسر الآن. طبعا ورسالة ثانية للعالم، للمجتمع الدولي، لنريه ماذا يفعل الاحتلال، ما هي سياسات الاحتلال بحق هذا الشعب المحتل، هذا الشعب المظلوم. طبعا هناك آلة إعلامية قوية للاحتلال تبين أن نحن إرهابيين، لكن رسالتنا اليوم نوجهها لجميع أقطاب العالم أننا لسنا إرهابيين، نحن أصحاب حق وسنبقى ثابتون على هذا الحق، ولن نقبل
نقبل لأي أحد لأي كائن كان أن يثنينا عن هذا الحق. أشكرك جزيل الشكر جهاد نعالوة، بالتأكيد شكرا جزيلا لك، ونتواصل مشاهدينا الأعزاء في التغطية المتواصلة عبر شاشة وتلفزيون الفجر الجديد، ولا زالت الوفود تتواصل في هذه اللحظات بخصوص بالتأكيد التضامن وتكوين الدروع البشرية منعا لقرار الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الهدم في ضاحية الشويكة شمال مدينة طولكرم. إلى وفد عنبتة في هذه اللحظات الذين جاءوا خلال ساعات هذا الليل لإرسال رسالة التضامن بالتأكيد مع عائلة الشهيد أشرف نعالوة، ما هي فحوى الرسالة اليوم من قدومكم من عنبتة إلى أشويكة وفي ظل بالتأكيد هذه التحديات التي تثقل عائلة بالتأكيد عائلة أشرف وكذلك أيضا عموم العوائل المهددة بهدم منازلها؟ جينا اليوم من عنبتة لنؤازر عائلة نعالوة خاصة وأهالي شويكة عامة، ونبرك رسالتنا وكمان نبعث رسالتنا إلى العدو الصهيوني وإلى نتنياهو، أننا نقول لهم أننا هنا باقون كشجر الزيتون باقون، ولن يثنينا سياسة العقاب الجماعي والهنجعية الذي يقدم عليها جيشه وقطعان مستوطنيه على هذا الشعب الجبار، وكما قال الشهيد الراحل ياسر عرفات شعب الجبارين. نحن هنا اليوم نبرك التهاني باستشهاد الأشرف منا جميعا، وهو الآن عند الشهداء الأكرم منا جميعا، وكما نعزي والدته الذي هي داخل السجون الآن، والأب الذي اشتعل رأسه شيبا الذي يناهز عمره 60 عاما، والذي يستقبل نبأ ابنه وهو داخل الأسر. نقول لهم نحن هنا باقون ونحن نؤازركم، ومهما هدموا البيت نحن سنبنيه ونحن كلنا أشرف. شكرا جزيلا لك السيد أحمد، ممثلا بالتأكيد عن وفد عنبتة الذي جاء إلى ضاحية شويكة وعموم المناطق بالتأكيد التي لا زالت تتوافد مع الدعوات الشبابية بالتوافد إلى منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال المدينة في ظل طبعا التهديدات الإسرائيلية، وهذه الخطوة تأتي تحسبا بالتأكيد للقرارات الإسرائيلية التي طبعا كان قد صرح بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يمهل منازل منفذي العملية 48 ساعة متعلقة. أيضا نفتالي بنت عن البيت اليهودي أكد بالتأكيد على أن هنالك 109 منازل في الضفة الغربية تنتظر بالتأكيد الهدم، وكذلك أيضا هنالك جملة من السياسات التي كانت قد اندلعت مع تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق الضفة الغربية. هذا المشهد لازال مستمرا حتى هذه اللحظة في ضاحية شويكي، والمزيد من الأهالي وكذلك أيضا المواطنين في هذه اللحظات. يعني بداية ننتقل في هذه الأثناء إلى الزميل الصحفي أيضا من خلال الموقع معين شديد. يعني معين، كيف ننظر الآن بداية للخطوة الشبابية بالتضامن وتشكيل دروع بشرية تحسبا لإقدام بالتأكيد جيش الاحتلال، وما هي سقف التوقعات بناء على القراءة في المشهد الإسرائيلي وتصريحات حكومة الاحتلال بذلك؟ يعني هي خطوة، مساء الخير بالأول، من ضاحية شويكة، من منزل الأسطورة، منزل الذي جنن جنود الاحتلال الإسرائيلي أشرف نعالوة، إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وتحية لكم خالد على هذه الجهود التي تقومون بها. يعني هي خطوة مطلوبة من قبل المواطن الفلسطيني للوقوف إلى جانب هذه العائلة المنكوبة إن صح التعبير. نحن نتحدث عن شهيد، نتحدث عن منزل مخلى منذ أكثر من شهر ونصف، نتحدث عن الوالد صاحب هذا المنزل في سجون الاحتلال، أيضا والدة الشهيد في سجون الاحتلال، شقيقة شقيق الشهيد في سجون الاحتلال، وأيضا زوج شقيق الشهيد في سجون الاحتلال. فبالتالي يعني هي خطوة تعبر عن الانتماء الوطني، تعبر عن وقفة شعبية معي، وإن يعني لم تكن ربما لا تجلب نتيجة، فالاحتلال يصر دائما على تنفيذ مخططات في الأمعري. يوم أمس رغم يعني 600 جندي ومئات الآليات التي اقتحمت الأمعري، وأيضا تواجد المعتصمين والمتضامنين ومن بينهم أجانب، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على تنفيذ قراراتها. أيضا نحن نتحدث عن واقع يميني في إسرائيل. بالأمس كان هناك تظاهرة ضخمة جدا في تل أبيب، في قلب تل أبيب، تطالب نتنياهو بهدم منزل أشرف نعالوي.
فبالتالي هي ربما يعني كيف بدي أوصفها، إنه الإسرائيليين يعني يكونوا سعداء جدا عندما يتم هدم منزل منفذ عملية فدائية جدا. وأيضا هي صورة قاسية لأصحاب الأرض، لصاحب البيت أن يتم هدم منزله بناه في لسنوات طوال وهو يعمر من أجل إتمام هذا المنزل، ويأتي ويقرر هدم منزل بلحظة ما من خلال متفجرات يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. فالتحية، كل التحية لهذه الجماهير التي احتشدت وإن قل العدد، ولكن يعني هي خطوة تعبر عن الترابط الاجتماعي، الترابط الوطني، التضامن مع عائلة الشهيد أشرف نعالوي. طب معين، يعني خلال هذه الفترة شهدت العموم مدينة الكرم ومناطق شمال الضفة الغربية إجراءات تعسفية، وكأنه هنالك المزيد من سياسة العقاب الجماعي، لم يكتفي بالعائلة المعتقلة أيضا سيطال المنزل، لم يكتفي بالمنزل سيطال إجراءات تختص في عموم الوضع الأمني في مناطق الضفة. يعني كما هو معلوم أشرف على نعالوي جنن جنود الاحتلال وشكل لهم رك كبير جدا، تحكي عن 68 يوم مش قليلة إنه تمكن من الاختفاء والاختباء. فبالتالي يعني الجيش الاحتلال وقادة جيش الاحتلال كانوا تحت ضغط اليمين الإسرائيلي المتطرف، وكل سياسات بنيامين نتنياهو الذي تولى بهذه الفترة وزارة جيش الاحتلال هي أيضا سببت له مشاكل كثيرة. فبالتالي كان لابد من الوصول إلى أشرف نعالوي بأي طريقة ممكنة. يعني هم قالوا، اعترفوا أنهم نفذوا مئات الحملات مختلف أنحاء الضفة الغربية، حتى أن الناطق باسم جيش الاحتلال قال ذات يوم أننا نقوم بالتفتيش عن أشرف نعالوي في أماكن لا تخطر على بال أحد. وربما قلت لك في إذا يعني مقابلة سابقة عبر الفجر الجديد بالعامية، حرثوا الأرض حراث، يعني كنا نشاهدهم في ذنابة، في صيدا، في طول كرم، في ياصيد، في كل المناطق التي اقتحمتها كانوا يفتشون عنه، يعني كمن يفتش على الإبرة في كومة كاش. فبالتالي كان هناك يتوجب عليهم من قبل الاحتلال أنه بدهم يصلوا له بأي وقت. فبالتالي كان لابد من إجراءات عقابية بحق أبناء شعبنا. طول كرم عانت على مدار أكثر من شهرين توغلات واقتحامات ليلية، ليس طول كرم بل بلدات وقرى المحافظة وأيضا محافظات أخرى، حتى تمكنوا من الوصول إليه في عسكر جديد. معين، يعني بنظرة للشارع الفلسطيني، ماذا ترى من رسالة يوجهها الشارع الفلسطيني للمستوى الرسمي الفلسطيني تجاه هذه الإجراءات بالتأكيد التي تتخذ بحق بالتأكيد المواطن الفلسطيني؟ يعني ربما المستوى السياسي بصراحة الأمور أكبر منه، فقط ربما التوجه للمجتمع الدولي، بيانات الإدانة والاستنكار الخارجية شكلت أزمة، خليت أزمة لمتابعة هذا الموضوع. فبالتالي يعني سنستكمل الحديث بالتأكيد معين، وننتقل الآن إلى شقيق الشهيد أشرف نعالوى أيمن نعالوى، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي في هذه اللحظات بالتأكيد من المملكة العربية السعودية في هذه اللحظات. يعني بداية أيمن، أعظم الله أجركم، يعني هذه اللحظات لربما عصيبة، أنت خارج الأراضي الفلسطينية بعيد عن ضاحية شويكة، واليوم لربما منزل الذكريات قد يتعرض للهدم مع انتهاء بالتأكيد المهلة التي وضعها جيش الاحتلال. ما هي الرسالة، ما هي الكلمات التي تختلج الآن في مشاعرك أيمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا. بداية نوجه تحية كبار وإجلال واحترام إلى أم الشهيد والدتي التي تلقت خبر استشهاد ابنها وهي الصامدة في سجون الاحتلال تتعرض لكل القهر والمضايقات، إلى والدي والد الشهيد وأخي الشهيد وزوج شقيقة الشهيد الذين يعانون الأمران يعانون الويلات في سجون الاحتلال، لكنهم صامدون صابرون الحمد لله رب العالمين. تلقوا هذا الخبر وهم متوكلين على الله، سلمين أمر لله الحمد لله رب العالمين. يعني إحنا على الأرض إن شاء الله، هذا الشعب الفلسطيني كما عودنا شعب صامد مرابط على أرضه، يقدم الغالي والنفيس في يعني وهو ثابت وصامد على أرضه. يعني الحمد لله رب العالمين، نشكر الجميع، وقفة الشعب الفلسطيني، أبناء ضاحية شويكي ومحافظة طول كرم،
جميع المحافظات معنا، هاي دلت على شيء بتدل ان احنا شعب واحد، اشرف ابن فلسطين جميعا فرد، وهو يعني شخص من الشعب الفلسطيني يمثل الجميع، الكل التف حول اشرف، تعاطف مع اشرف، حزن على اشرف، تغمد الله ان شاء الله في رحماته، والحمد لله رب العالمين، سلك فريق العز والفخار، ربنا اكرمه والشهداء اكرم منا جميعا. يعني هذا البيت بيتنا ليس اغلى علينا من بيت امنا ام عبد المنعم حميد، اللي هذا الاحتلال بيتها اليوم للمرة الثالثة، من صمود هاي الأم الموجهة كل التحية، الإتاج على رأسنا، هي ما شاء الله عنها صامدة، مستمد صبرنا ومستمد صمودنا ورباطنا على هذا الأرض من صمودها ومن رباطها اللي ضربت أروع الأمثلة للأم الفلسطينية. الحمد لله رب العالمين، من خلالكم نشكركم، نشكر الجميع الإعلام على التغطية يعني والاهتمام، وعلى جميع الشباب المتواجدين. أيمن يعني أيمن، أهالي ضاحية شويكي أخذوا على عاتقهم وفور هدم المنزل، إذا إن تم طبعا بفعل القرارات الإسرائيلية سيعيدون البناء. ما هي الرسالة التي توجهها لعموم المواطن في ضاحية شويكي وعموم محافظة طول الكرم وأبناء الشعب الفلسطيني؟ والله كعائلة شهيد يعني بعدت الكلمات عن وصف هذا الشعور وهذه الوصفة، وصفة يعني إنما دلت على شيء، إنما تدل على إنه إحنا الحمد لله رب العالمين، هناك حاضنة شعبية، هناك شعب يعني شعب واحد إيد واحدة، يقدروا الجميع واقفين مع الجميع، جزاهم الله عنا كل خير. يعني مفتخر إن نكون إحنا عايشين ضمن قرية شويكي ومحافظة الكرم ضمن أبناء الشعب الفلسطيني اللي نسيج ونسيج واحد، يتحد أمام المحتل وعصرفات المحتل، سياسة المحتل بهدم البيوت لن تسقينا عن استمرار في رباطنا وصامدين على هاي الأرض. يعني رباطنا على الأرض وصمودنا فيها هو عبارة عن نصر يقهر الاحتلال. الحمد لله صامدين صابرين مثلين أمرنا لله، النصر قريبا أم بعيدا لنا بإذن الله. هدم البيت لا يعني الشيء، هي حجارة، هدموا البيت سنبنيه، سيبنيه أبناء هذه البلدة بكل ما أوتوا من قوة، لا لشيء إلا لأنه يمثل مثال يعني الصمود، مثال لتحدى الاحتلال. وهذا بالتأكيد أيمن، هذه الصورة عكسها أبناء الجالية الفلسطينية لديك والسفير بسام الأغا هناك بإقامة بيت العزاء. يعني كيف، يعني هل بالفعل مع ظل هذه السياسات تبقى، ومع ظل الحالات الشرذمة التي يعيشها الشارع الفلسطيني بالتأكيد للأسف من سياسات الانقسام وإلى ما ذلك، إلى أنه الشعب يؤكد على وحدويته حتى وإن كان خارج الأراضي الفلسطينية؟ الحمد لله رب العالمين، يعني كان لقاءنا لقاء يعني مبارك ما شاء الله عنه، لفت انتباهنا لنقطة مهمة جدا، أشرف سيوحد الشعب الفلسطيني على خياره، يعني من خلقه إن شاء الله رب العالمين. أنا كما شاهدت جميع أطياف الشعب الفلسطيني هو نسيج واحد، يعني ممكن يختلف الشعب الفلسطيني على أمور معينة لكن سرعان ما يتحد، هناك الهدف واحد، هدفنا باتجاه حماية الأقصى والقدس ضد دائر المستوطنين واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني، ضد التهوين، يعني اللاجئين سيعودون بإذن الله، ضد ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. الحمد لله الشعب الفلسطيني في جوهره هو شعب واحد، يد واحدة ضد الاحتلال وأسرفاته، وسرعان ما يعني هاي الأمور الظاهرة، لكن الأصل واحد، المعد الواحد هو شعب يتحد إن شاء الله رب العالمين على الاحتلال في كل المجالات. بالتأكيد أعظم الله أجركم، شكرا جزيلا لك أيمن نعالوة، حدثنا عبر الخط الهاتفي بالتأكيد من المملكة العربية السعودية. كنا نتحدث زميلنا معين شديد، الإجراءات الإسرائيلية تواصلت في مناطق طول كرم، وكان هنالك طبعا سياسة العقاب الجماعي. بنظرك يعني هل ترى اليوم الفرصة سانحة بالمنظور الإسرائيلي أن هنالك موعد انتهى وسيتم التنفيذ؟
يعني كما ذكرت في عقب عملية عفر واحد وعفر اثنين، نتنياهو ترأس اجتماع للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كان من بينها سلسلة قرارات، أحد أهم القرارات التعجيل بهدم منازل منفذي العمليات الفدائية بحق جنود الاحتلال ومستوطنيه. فبالتالي كان صدر عن هذا القرار أنه يتم الهدم خلال 48 ساعة من تاريخ عفر اثنين. فبالتالي نحن نتحدث، وكما هو معلوم المحكمة العليا الإسرائيلية كانت رفضت الالتماس الذي تقدمت به عائلة نعال ضد قرار ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قرار الهدم، وأمهلت الجيش حتى 16 من الشهر الجاري اللي هو اليوم الساعة 12، مفترض أن يعني تنتهي المدة القانونية بين قوسين، وليس عند الاحتلال قانون ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية. فبالتالي متوقع بأي لحظة أن تقوم قوات الاحتلال بتفجير الطابقين الأول والثاني من هذا المنزل. فاليمين الإسرائيلي يعني هو يضغط كثيرا على نتنياهو، وأيضا جيش الاحتلال في حالة، يعني الكل يدرك أن جيش الاحتلال في حالة حرجة للغاية، يعني وضعه صعب جدا، أنه عمليات خلال ساعة، ثلاث عمليات خلال ساعة تعتد عليها يعني في ظل التعقيدات الأمنية خاصة في منطقة عفر، يعني شارع المعروف باسم شارع 60، يتم في عملية خلال عمليتين خلال أقل من 24 ساعة، وجاء استشهاد أو عملية عفر واحد، وثم جاءت الأنباء عن استشهاد أشرف نعالوي، لتعيش إسرائيل حالة انتعاش وفرحة كبيرة، ثم على التمكن من جيش الاحتلال من الوصول إليه، ثم جاءت العملية الثانية لتنسف كل الأفراح الإسرائيلية التي سادت خلال الساعات الماضية. فبالتالي يعني حكومة الاحتلال تصر على مثل هذه الأفعال، رغم أنها شخصيا أنا يعني بصراحة بستغرب من هذه الإجراءات، ليس مستغرب على الاحتلال، ولكن هذه الاحتلال يعني إسرائيل هدمت آلاف المنازل منذ الاحتلال الإسرائيلي 67 حتى هذه اللحظة، ماذا استفادت؟ بيت أبو حميد كم مرة انهد؟ بيت أبو حميد في الأمعري ثلاث مرات. هل منع أفراد العائلة؟ بالعكس، كان هناك تصميم، ونحن نتحدث عن في التسعينات وفي بداية الألفية، في بداية 2003 و2004 على ما أعتقد، ثم جاء الهدم الثالث قبل يوم أمس. فبالتالي هذه إجراءات، لا يعني إسرائيل تبحث عن القشور ولا تبحث عن الجذور، هاي مشكلة إسرائيل. هذا ما يترجم الجهود السياسية التي تبوء بالفشل بالتأكيد إلى مساعي السلام. نشكرك جزيل الشكر معين شديد الزميل الصحفي، وبالتأكيد نتواصل ونقل هذه المشاهد من ضاحية شويكة، من منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة إلى الشمال من مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية، ولازال المواطنون يتوافدون حتى هذه اللحظات بالتأكيد إلى منزل العائلة كرسالة تضامن مع العائلة، التي يؤكد الاحتلال من خلال قراراته على سياسة العقاب الجماعي، وكذلك أيضا يؤكد بالتأكيد إرسال رسائل متعددة للأطراف الفلسطينية بأننا قادرون على الوصول وتنفيذ ردة فعل لكل فعل فلسطيني، لكن ما يؤكده عائلة الشهيد على أنه هي ردة فعل طبيعية لما حدث بالتأكيد من انتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني. وأيضا الرسالة الأخرى التي تحملها العائلة بالمناشدة للمؤسسات الحقوقية، وكذلك أيضا لمؤسسات المجتمع الدولي بإطلاق سراح عائلة أشرف نعالوة التي لا زالت تقبع في سجون الاحتلال. نتحدث عن سابقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأن تبلغ والدة شهيد باستشهاد نجلها وهي داخل سجون الاحتلال. نتحدث أيضا عن والد الشهيد أشرف وهو داخل سجون الاحتلال، بالتأكيد أيضا عن شقيقه أمجد، وأيضا زوج شقيقة الشهيد، أيضا جميعهم متواجدون داخل سجون الاحتلال أيضا خلال هذه الفترة الماضية. تحدث نادي الأسير الفلسطيني في بياناته التي صدرت مؤخرا على أن الحملة الأمنية التي كانت في مساعي إلقاء القبض على المطارد أشرف نعالوة الشهيد أشرف نعالوة، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 100 مواطن فلسطيني في عموم محافظة تلكرم، والأمر شمل بالتأكيد مناطق مختلفة، أكثر من 200 بالتأكيد معتقل حسب البيانات والتقارير.
من نادي الأسير الفلسطيني. هذه الصورة تتواصل، الشبان أيضا في بعض المناطق المحيطة الآن يقومون على إشعال بعض النيران رغم البرد القارس بالتأكيد، ورغم ظروف الحالة الجوية التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال شهر كانون الأول، إلا أن الشبان الفلسطينيين لا زالوا يشكلون هذا الطوق البشري والدرع البشري تحسبا لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قراراتها المتعلقة بهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكي. أيضا مساء هذا اليوم في ضاحية شويكي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت طفلين بالتأكيد هذا المساء، والطفلين طبعا فور الاعتقال عنهم الإفراج عنهم عفوا هذا اليوم كان متعلق بطفلين بعد مطاردتهم بالقرب من بئر المنساوي بالتأكيد في المنطقة. يعني هذه هي اللحظات لا زالت طبعا الشابين والطفلين الذي اعتقلهم الاحتلال وعاود الإفراج عنهم هم بالتأكيد عبد القادر عمر عواد 10 سنوات وشادد حالية 13 عاما. وأيضا هنالك يعني تجدر الإشارة بالتنويه إلى أن هنالك بيانا يتناقله عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بالتأكيد متعلق في هذه البيان أن هنالك إضراب من العمال طبعا لا صحة له طبعا ولا تجدر الإشارة إليه أو التعاطي طبعا في كل التطورات المتعلقة بالتأكيد فيما يأتي من خلال وسائل الأنباء والإعلام الرسمية. أيضا هنالك في هذه الأنباء وكما أفاد الزميل معين شديد في هذه اللحظات إلى أن قطعان ومجموعات من المستوطنين يقومون بأعمال عربدة على حاجز عناب شرق مدينة تولكرم، وأن أيضا في منطقة أخرى في بالقرب من بيت ليد، وذلك أدى لقيام جنود الاحتلال بإغلاق الحاجز في كلا الاتجاهين أمام حركة وتنقلات المواطنين. تجدر الإشارة أيضا في هذا الخصوص إلى أن دعوات المستوطنين كانت تتمثل من مساء هذا اليوم من تمام الساعة 5 بإغلاق الشارع 60 والذي يصل مناطق الخليل ومستوطنات الخليل إلى مستوطنات نابلس. نحن نتحدث عن سلسلة من الربط الكبيرة التي تربط شمال الضفة الغربية وسط الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، وأيضا الإشارات الميدانية تشير إلى أن طريق مفرق الطنيب مغلق بسبب المستوطنين، وأيضا الطريق فقط من طريق يتساهر. إذن هي الدعوات لا زالت تتواصل حتى هذه اللحظة المتعلقة في هذه الأثناء. أيضا من الإشارات الميدانية التي يعني يتم الإفادة عنها هنالك قرار بالإفراج عن عدد من المعتقلين من بالتأكيد في سجن من منطقة كوبر في رام الله بعد الحالة الأمنية التي شهدتها عقب عملية عفرة 1، وكذلك أيضا الإفراج شمل 12 مواطنا معظمهم من عائلة البرغوثي في مدينة رام الله وتحديدا في دير أبو مشعل. شبان استهدفوا مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة، هذه طبعا إشارات ميدانية تأتي في ظل طبعا الدعوة للمستوطنين بإغلاق الطريق 60 من مناطق طبعا الخليل وحتى نابلس، وكنا نتحدث عن هذه النقطة وكانت القراءة التحليلية بالتأكيد للمحللين وأيضا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أكدت أن ذلك يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى عدة كنتونات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بهذا الخصوص. يعني هي الإشارات لا زالت حتى هذه اللحظة، سنتواصل بالتأكيد وإياكم في التغطية التي انطلقت عبر شاشة وتلفزيون الفجر الجديد ومن خلال الموقع الإلكتروني والصفحة البديلة للفيسبوك في هذه اللحظات بالتأكيد. يعني نتواصل في هذه الأثناء، مزيد من الشبان لا زالوا يتوافدون إلى منزل عائلة أشرف نعالوة في ضاحية شويكة، والعديد من المواطنين الذين طبعا لبوا الدعوات الشبابية هنالك لربما انتظار لحضور رسمي باتجاه المؤسسات وأبرزها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في اللحظات القادمة. هنالك أيضا وصول وفصائل العمل الوطني لربما أيضا في الدقائق القادمة بالتعاضد والتآزر الفلسطيني. أيضا الزملاء الصحفيون الذين جاءوا من مناطق مختلفة هنا في لنقل الصورة من ضاحية شويكة أمام هذا الحشد المهيب للمواطنين في تشكيل الدروع
البشرية منعا وتحسبا لإقدام الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعلوة. بالتأكيد سنتواصل خلال الدقائق القادمة. هذه كانت الإشارة الميدانية رقم واحد من خلال شاشة وتلفزيون الفجر الجديد، وبالتأكيد سنكون مستمرين ومتواصلين حتى ساعات الصباح في نقل كل ما يجري هنا في منزل، بالتأكيد منزل عائلة الشهيد أشرف نعلوة إن جد جديد. وبالتأكيد هذه التحيات ننقلها إلى كافة الزملاء الصحفيين بتوخي الحيطة والحذر، ولكافة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم. الإشارة الميدانية من هنا تنتهي. شكرا بالتأكيد للزميل علاء أحمد الجلاد من خلف الكاميرا، إسماعيل بلعاوي في البث الإلكتروني، وهذه تحياتي بالتأكيد لكم خالد بدير. سنكون وإياكم خلال الدقائق واللحظات القادمة.